معهم لم يكن يسيرا. السلام عليكم، كيف الحال يا عمي؟ عمي كيفك؟ احكي معك. بتروح على مصر انت؟ تمشي الحدود؟ السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك يا عمي؟ مرحبا. احكي معك شوي؟ لا لا. ليش؟ ظروف المنطقة ومجلس الجوة هناك بتعذر الناس الكلام عشان كده بس، فما كده عندنا كلام كثير نقول لكن الظروف. شكرا كثير لك يا عمي. نجرب نحكي مع الزلمة. السلام عليكم. لاحظت انه معظم الناس حاولت احكي معهم ما قبلوا انهم يحكوا معي. ليش؟ ما قبلوا يحكوا معك لانه بخاف لانه لما يخش جوا هناك يقولوا له نحن شفناك في الاعلام، عندنا مواطنين بيقبضوهم جوا هناك بيحكم عليهم، الواحد بياخذ سنه ما في زول بيسال عنه. انت من بالاصل من حلايب؟ انا بالاصل من حلايب. من حلايب، ومع ذلك ما بتروح تزور حلايب؟ لا. هل انت خايف هلا بعد ما طلعت معي وحكيت بتتخوف من الامن المصري؟ نهائي ما بخاف. والحدود اللي موجوده هذه البوابات ما بصير تتنقلوا من خلالها؟ ممنوع. هذه البوابات خاصه بالتجاره يعني؟ التجاره فقط. التنقل بتاع مواطنين ما في. كل الحدود ما فيها؟ كل الحدود ما فيها، ونحن لو ادينا التنقل مباشر والمواطن بيخش بجواز زي حلفة القديمة كده على اعتبار انه الارض خلاص نحن اعترافنا بانه دي ارض مصرية، لكن هي الارض ارض سودانية ما ارض مصرية. وحياة القبائل لا تعترف بالحدود السياسية، لكن خط عرض 22 فرق بين أبناء القبيلة الواحدة، فعلى امتداد الحدود السودانية المصرية لا يوجد معبر إنساني واحد لمرور العائلة، وهذا يدفعهم للتسلل عبر ممرات خطيرة. لمقابلة شيخ مشايخ قبيلة البشاريين المكون الأساسي لقبائل البجا التي تمتد بين السودان ومصر. هل هناك قيود جديدة فرضت عليكم؟ القيود المفروضة هي أن الناس ما تطلع إلا بإذن تصريح، محدود الزمن، وإذا تأخرت منه عند العودة تحاسب أو تمنع من الدخول. هل القبائل بتلعب دور في تخفيف الاحتقان والتوتر ما بين السلطات السودانية والمصرية؟ لا، القبائل دورها يكاد يكون منعدم. ليه؟ لأنه السلطات المصرية كونت نظام أهلي من نفس القبيلة، وسأطلعت عليه شؤون القبائل وسموه يعني عملت له قوائم ولوائح، في حين انه نحن هنا عندنا قوائمنا ولوائحنا الخاصه بنا، ومنعت حتى العمد والمشايخ الموجودين في هناك ان يتواصلوا مع العمد والمشايخ الموجودين في الجهه الثانيه. ولهذا انت ما بتروح على حلايب؟ انا ما عندي طريقة امشي حلايب. هل مصر تسعى لتغيير ديموغرافي في مثلث حلايب من خلال تقديم خدمات أفضل للمواطنين هناك؟ وهذا الحاصل، الخدمات المقدم لإنسان حلايب خدمات ما كان متوقعها ولا تكتمت منذ الاستقلال من قبل إعداد تفسير الكان من جانب حكومة السودانية، منذ الاستقلال ما قدمت خدمات بالمستوى اللي قدمته مصر، بحيث إنها يعني تغير كما قلت الإنسان ويكون يعني أقرب يعني سودانيا إلى مصر. قررنا التوجه إلى أقرب نقطة من مثلث حلايب وهي منفذ هدارب الذي يبعد عن مدينة شلاتين بحوالي 194 كيلومترا، وهو منفذ تجاري تعبر منه البضائع والجمال إلى مصر.
منفذ هدارب وهذه قوات الجيش المصري. ولأن السلطات المصرية تمنع الجزيرة من العمل في مصر وتجرم كل من يعمل معها، وأيضا تفرض قيودا مشددة وصارمة على مثلث حلايب، نجحنا في إرسال شخصين إلى المثلث ليقفا عند المسافة الصفر. طلب منا الآن مغادرة المنفذ لأن هناك أنباء بأن الجيش المصري قد وغل عدة كيلومترات داخل الأراضي السودانية واعتقل عدد من السودانيين. ألو، السلام عليكم. السلام حامد، وصلتني صور منك، من وين هاي الصور؟ الصور دي من حلايب القديمة. حلايب القديمة، صور كده لعربات، عربات دي دمرها الجيش المصري لما دخلت حلايب القديمة، الكلام ده في 95. وصور للمدرسة؟ صور للمدرسة، أيوة. صور دي المقررات القديمة، حتى لو ركبت زيها مكتوب فيها المبررات القديمة، يعني هذه الآن هي قاعدة موجودة بنفس حياتها وحالة الحدث يعني. مظبوط مظبوط، شايفتها. وين أنت هلا؟ أنا حدي في حتة اسمها بير الحصى. وين كمان مرة؟ بير الحصى، قريبة من شلاتين يعني. قريب من شلاتين، آه تمام تمام. متى رح تبعث لي صور جديدة إن شاء الله؟ أنا بكرة حرسل لك صور جديدة، وأجتهد كمان أصور لك صور فيديو كمان. إن شاء الله، شكراً.